نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم تحية طيبة لكم كما هو معلوم بأن محافظة نينوى تعتبر سلة خبز العراق ولكن عدم الاهتمام الحكومي سواء كانت وزارة الزراعة أو مديرية زراعة نينوى بالفلاحين جعل مستوى الزراعي لهذا الموسم ربما يصل الى 20% لعدم توفير المبيدات والاسمده وكذلك عدم توفير المواد اللازمه من المرشات وكذلك المنظومه التنقيط بالطرق المتطوره معاناه الفلاحين كبيره جدا وكثيره سوف يكون لنا تغطيه لهذا الموضوع فكونوا معنا نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مشاهدي ومتابعي قناه الايام اينما كنتم تغطيتنا لهذا اليوم حول معاناه المزارعين ومزارعي البساتين هنا في مدينه الموصل للوقوف على معاناتهم و عدم الاهتمام وزاره الزراعه ودائره زراعه نينوى بهم لتسليط الضوء أكثر معنا أحد المزارعي سوف يتحدث لنا عن معوقاتهم ومشاكلهم ومعاناتهم وكذلك بدء موسم جني الترعوز هنا في ناحية بعشيقة نعم سلام عليكم عليكم السلام نعم ممكن تحكينا عن بدء موسم الجني الترعوز وكذلك المحاصيل الأخرى هنا في منطقة. والله أستاذ نحن الفلاح من منطقة البحشيقة قرية الفاضلية بحدود خمسين دونم وأكثر يعني بس الفلاح زارع طرعوس هالسنة ودعم من ال... اليد العاملة والتاج الوطني هذا الشيء والأول ود... ثان ندعم الحكومة يدعمنا بالسماد بال... و ودعم اي دعم ماكو يعني من الانتاج الوطني. نعم انتم حاليا ايش كم دونم زارعين؟ انا يعني بحدود بالنسبه لي تقريبا 12 دونم وياي فلالح تقريبا كل واحد 12 10 تقريبا بهذا المنطقه بحدود الفاضليه اكثر من 30 يعني تقريبا يطلع ب 300 دونم تقريبا زارعين يعني بحدود 30 سديتشي. 30 سادة كل ساد اكثر من 9 دونمات لا 11 دونم تقريبا 11 دونم ونحن استاذ يعني البذور من عندنا والمصاريف كلها من عندنا البذور من وين تجيبون البذور انتاج مالنا يعني انتاج السنه سنه اه يعني تخزنون نخزن عندنا ونخزن البذور من عندنا يعني الفلاح بين فلاح يعاون الفلاح يعني بيناتنا واحد يشيل الاخ يبيع البذر للاخ نعم بيش يعني ايش قد الكيلو البذر يعني حاليا يعني البذر الكيلو تقريبا بحدود من ألف الى 120000 الكيلو النوعيات اللي تستخدموها آه ترعز المحلي يسمونه نعم ايه وال الماء على ماذا تعتمدون؟ الابار والله الابار التوازيه الأبار التوازيه على الكهرب والمولدات المولدات الغاز وايل ماكو تاركين المولدات والكهرب يعني بالشهريه تقريبا يجي على ابو البير بحدود 300 ل 400 الف بحدود 250 الى 300 الف يجي كل راس الشهر الكهرب يعني في حال يعني استخدمتم ام يعني لم تستخدموا الابار يعني هل بالسعر 250 الى 300 الف نستخدم الابار نستخدم يو يوميا بحدود الى 12 ساعه 14 ساعه اذا يجي البير تشتغل الطفل الكهرب يعني نقف الفلاليح ماكو ماي عندنا يعني اعتمادنا على الكهرب اكثر شيء الغازوايل ما نستخدمه الانتاج الوطني ماكو انتاج غازوايل ماكو يعني الماء حاليا تعتمدون على الابار الارتوازيه اي اولا ثانيا على المرشات من اجل التوزيع الصندات نعم. والبواري يعني هذا الانتاج هذا الاعتماد علينا نحن نشتريه من الفلاح الجب... يعني من المنظومه كم يعني متر مربع تشترون هاي المنظومه؟ يعني مساحه القاع كلها ايش قد تكلفكم يعني؟ يعني تكلف بحدود الى 12 دونم ما نحكي لك تقريبا يتكلف بحدود الى 7 4 ملايين الى 5 ملايين بس الصندات البواري و يعني كله عليكم كله علينا كل المصاريف كله على الفلاح ومن هذا كل هذا الدعم الفلاح ماكو نهائيا على وزاره الفلاح لا منظمات لا منظمات ناشدنا بشيء ولا وزاره الزراعه يعني كل هالمصاريف كله على الفلاح الكهرباء على الفلاح وكذلك المامية الجوفيه ايضا على الفلاح, على الفلاح وال وال نعم. والابار والمنظومه التنقيط سواء كانت مرشات وما الى ذلك كله على الفلاح كله على الفلاح ماكو اي دعم عندنا كله على الفلاح يعني من صغيرها لكبيرها على الفلاح وزارة الزراعة يعني تقول احنا خطتنا لهذا السنة كذا وكذا ما دور وزارة الزراعة عندكم؟ أي دور ما عندها يمنا، يعني حتى السماد أبسط شيء السماد ما يزودنا بالسماد، يعني هسه طن السماد نشتريها بمليونين مليون سبعمية مليون و800 إلى مليون حد مليونين. وأي دعم الزراعة ما أخذنا. يعني حاليا انتم هاي يمكن الموسم الاول او الثاني تبدون بزراعه الترعوز بفائده ام لا؟ استاذ هو بفائده بس اشلون تطلع كلها مصاريف الفائده مالنا يروح بالمصاريف بالنسبة. يعني اذا ما إذا اي دعم ماكو نحن المصرف مالنا من وين يعني نجيبها من وين يعني نخليها اي دعم ما عدنا الايد العامله حاليا انتم يعني يوميا كم عامل يشتغلوا عندكم حاليا مثلا خاصة الصباح وقت الموسم الجاني؟ يعني الصباح الصبح الصبح يشتغل عندنا حدود بالليل 300 عامل ل 250 عامل يشتغلوا قطف طرعوز اه ايه ايه كيلو بجي تبيعون تفيدكم يعني حاليا يعني حال خاصه مع يعني من زيادة الموسم تقل الانتاج يعني والله هو هسه حاليا نبيع كيلو بالحدود 750 ل 800 ايه واللي حد 600 موجود بالسوق، بالسوق يعني سوقنا موجود اللي موجوده العلوة موجوده الرئيس ببعشيقه ويطلعون عندنا الوضع الفلالح يطلعون على منطقه الكوكجيلي وزارة الزراعة يعني جاكم على المنطقة يعني مكشف عن الموقع يراجعكم أم لا والله بس الشعب الزراعة البعشيقة هو يراجعنا أستاذ شاكر يعني الرجل ما يقصر بس يقول الدعم ما عندي ورجل يعني يجي يضحك علينا ويجي يضحك معاناة الفلاح يقول ما يطلع بيدي كل شيء كان هناك عزوف من قبل المزارعين وخاصة هنا في الفاضلية مشهور بزراعة الزيتون وكذلك الآن موسمين بزراعة الترعوز وكذلك بقية المحاصيل كان هناك عزوف وقلع و... يعني قلع بعض الأشجار هل كان لكم نصيب من ذلك؟ هو صار عندنا بالقريه قلع اشجار الزيتون وسواه الى اراضي سكنيه وقلع اشجار الزيتون دعم ماكو وخساره بخساره هو الانتاج مالها كان الزين ودعم ماكو قلعة الاشجار الزيتون سواها ارض يزرع هسه حاليا حنطة والشعير به على مود هذا الشيء يصرف اكثر يصرف الاكثر ايه و... يعني إذا في هذا يعني إذا عم يعني نشوف هيك يعني عدم الاهتمام الحكومي وقله الجانب يعني الدوله بالزراعه ربما سوف نشهد بعد سنه وسنتين توقف الزراعه وتوقف الزراعة يعني زراعه البساتين. أستاذ اذا يبقى هيك الحاله دعم ماكو يعني بعد سنة بعد مرور السنه تجي على الفاضليه تشوفها صحراء يعني احتمال ما تشوف اشجار زيتون. اذا هسه حاليا اذا بالزيتون ينتج الزيتون براس لحد الموسم مالها الزيتون مالها ما ينباع بيدها ما يجيب سعر يعني بحدود 500 كيلو 500 دينار للكيلو يعني حتى المصرف مالها ما يطلعها ولكن ايضا ربما هناك الحكومه سواء كان وزاره الزراعه او المعنيين غافلين عن القضيه سوف نشاهد هذه الخضار هذه البساتين يتحول الى صحراء او يتحول ربما الى بيوت احتمال يعني اقول لك 90% اذا صارت هيك يعني بعد سنه الاخ ما حد ما يزرع الترعوز يعني من الدعم ماكو والخساره بخساره يعني من جيبنا نخسر نحن هسه حاليا يعني هذا السنه سوينا احتمال سنه الاخ نص الفلالح ما موجود بعد سنه الاخ ماكو سنه وسنتين تبطل زراعه الترعوز والزيتون نفس الحاله يعني اي دعم ماكو يد العامله موجود عندنا والدعم ما عندنا والمصرف يروح عندنا يعني اوتوماتيكيا راحت العالم تبطل الزيتون وشغله الفلاحه والامراض يعني دائما يعني كل زراعة يعني بامراض يعني تعتمدون ايضا على نفسكم بالمبيدات ام هناك ايضا دعم ولا استاذ هسا المبيدات كله اعتماد علينا يعني هسا حاليا شعبه الزراعه بعشيقها اي اي دعم ما ما عندها هو من الرئيسي ما يجي لها يعني المصاريف من الموصل من بغداد يعني هسه حاليا نحن اي فلاح يحتاج مبيد يروح يشتريها بالسوق السوداء والله هو وسعرها كلها كل واحد بسعرها يعني اكل مبيدات يكلف كل يعني لا ب 40000 الى 50000 دينار المبيد الادغال ومبيد الحشرات ومبيد الفطريات عندنا يعني كلفة كثير يعني هو علينا واكثر شيء اللي دائما يعني من الامراض اللي تجيكم من شنو يعني من تكلفته ايضا والله الامراض يجي هو الامراض مستمر بالزراعه موجود بس اذا دعم يعني هسه للفلاح ما عاد عندنا فلاح ما عاد هي يصرف على بستانه يعوفه ويروح على بيته من كلفه الغلاء المبيد ما مبيد كله خساره يكون طبعا إيه كلها خساره يعني هذا كلها من الخسارة من جيب الفلاح يطلع الى متى؟ الى متى ما ندري جانب هناك دعوات الى زياده المساحات الخضراء ودعوات الى الاهتمام بالمحصول دعوات بالاهتمام بالزراعة سواء كان زراعة القمح والشعير وكذلك الزيتون والمحاصيل الأخرى ولكن في الحقيقة نلاحظ بأنه عكس ما يروج له الوزارة الزراعة وكذلك الحكومة أستاذ يعني الفلاح يعني حاليا واقف بحيرة لا هو يقدر يترك هذا الشيء أبدا عجد جايبها ولا نقدر يعني دعم ماكو والفلاح خسارة والترك ما نقدر نتركها يعني احتمال السنة وسنتين نبطل هاي الشغلة يعني خسارة بخسارة وصلح الحنطة من نفس الشيء والشعير نفس الشيء والزيتون نفس الشيء هسا الزيتون أكبر مشكلة عندنا بالزيتون معاصر الزيت ما عندنا معصرة زيت الحكومي ما عندنا عندنا أهالي أهالي هم يكلف على الفلاح يعني طن حدود بثمانين الف الى تسعين الف يحصر الزيتون هذا مكلف على الفلاح يعني الفلاح عنده كميه ما يقدر, يقدر يطلع زيت الزيتون فاضلية اكثر من مليون شجره زيتون وما بي معصره اي معصره عندنا معاصر الاهليه بس الحكوميه ما عندنا الدعم من الحكومه ما عندنا معصره الزيتون والزيتون هو زيت الزيتون علاج لكل شيء نعم هسه نحن للفلاليح الفاضليه اكثرتهم معاناتنا المعصره الزيتون وال... ايضا عندكم المستورد ياثر عليكم خاصه اذا كان زيتون المصري والكويتي معروف الفلسطيني الفلسطيني الزيتون المصري والفلسطيني ويجينا التركي ياثر على السوق نعم فعلا سيأثر على السوق يعني ال... انتاج يعني الزيتون المحلي يعني اقل اسعار ما ياخذونه من عندنا ليش يعني. هس الكيلو هسه حاليا الكيلو ب 750 ل 800 دينار الزيتون الماء المستورد يعني بحدود ب 2000 دينار واكثر للعلم يعني دائما يكون المحلي المنتو يعني من اللي يكون به فائده اكثر من المستورد يعني المستورد بمواد مواد بي اما المحلي يكون دائما طازج ودائما يعني به مواد حافظه خاصة إذا كان زيت الزيتون. هسه الزيتون الفاضلية، الكبس مالنا طبيعي 100%، يعني أي مواد كيميائية ما نخلي به بس فقط الملح، ما وملح، الكبس مالنا. يعني المستورد انت ما تعرف ايش به، مواد الحافظه، مواد كيميائية اشكال يعني به. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل كما استمعتم مناشده الى وزاره الزراعه وكذلك مدير زراعه نينوى بالنظر الى اوضاع المزارعين والفلاحين هنا في قريه الفاضليه المشهوره بزراعه الزيتون والمشهور ببساتينها اكثر من 40 الى 50 دونم حاليا زرعت ولكن عدم الاهتمام بهم وعدم تقديم ابسط الدعم سواء كان بالاسمده والمبيدات من اجل ديمومه الحياه ومن اجل ديمومه العمل هنا في مزارعهم تغطيتنا متواصله فكونوا معنا معنا مدير زراعه بعشيقه سوف يضعنا في تفاصيل حول بدء موسم جني الترعوز وكذلك لماذا بدات زراعه الترعوز في منطقه بعشيقه الفاضليه المشهور بزراعه الزيتون وكذلك بقيه الفواكه والخضر المشهوره بزراعته نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه نعم ممكن تتحدث لنا عن بدء موسم جني الترعوز وكذلك هنا في هذا المنطقة قبل ما نبدأ بإنتاج الترعوز خلينا نتكلم عن بداية زراعته بداية زراعته تبدأ في شهر بداية 1-3 وتنتهي تقريبا ما يقارب 20-3 هذا موسم زراعة أو البذار ومثل مثل ما شاهدنا احنا في موقع العمل حاليا نحن في في موسم جني الذي يبدا تقريبا بدايه الشهر الخامس والسادس فتره انتاج ما يقارب العشرين يوم بين عاده الجني بالنسبه للفلاح بين يوم ويوم معدل انتاج الطن هناك طبعا نوعين من البذور التي شاهدناها في زراعه في ناحيه بعشيقه هي الكرمليسي ومعدل انتاج الطن للدونم الواحد الكرم ليس ما يقابل 6 الى 7 طن اما هناك نوع مستحدث الهندي الذي شاهدناه والذي يتميز بالطول ما يقارب انتاجه ما يقارب 19 الى 20 طن انتاج كميات كبيره جدا من من الهندي طبيعه المنطقه تتطلب زيادة المساحة أو الرقعة الزراعية الجغرافية كون المنطقة تشتهر بصناعة الطرشي مما يتطلبه زيادة المناطق الزراعية ما يقارب تقريبا ألف دونم في هذه المنطقة تم زراعتها في مستوى على مستوى النواحي جميعا ولكن منطقة قرية الفاضلية ما عمر قابتي هذه مناطق نشأت فيها زيادة مساحات كميات كبيرة أما عن أسعار حاليا مثل اليوم يعني ما يقارب الالف دينار للكيلوغرام الواحد وهذا يشجع الفلاح على زياده المساحه كونه مربح نوعا ما ولكن اكو بعض المشاكل التي يعاني منها الفلاح عدم استلام السماد او توزيع المحاصيل الخضر هذا يشكل عبء ايضا على الفلاح من ناحيه ارتفاع اسعار الاسماء السماد الداب واليوريا الذي ما يقارب المليون 800 هذا سينعكس اكيد على المستهلك المواطن ندعو من اصحاب القرار ووزاره الزراعه بزياده المساحات الزراعيه وتشجيعا لهم بدعمهم من ناحيه توزيع الاسمده على الفلاحين ليكون حافز على زياده المساحه وانتاج الغله على مستوى العراق وبالتالي دعم المنتج الوطني في المحافظه على مستوى العراق ايضا. آه نعم آه ذكرت بان هناك اكثر من الف دونم تم زراعته في ناحيه بعشيقه والقرى التابعه لناحيه بعشيقه المشهور بزراعه الزيتون. اضيف ايضا ترعوز وكذلك بقيه الفواكه والخضر انتم كدائره زراعه بعشيقه ما الذي قدمتموه للفلاحين هناك دائما حصه لمحاصيل الخضر يقوم بتجهيزها من ناحيه السماد ولكن هذه هاي السنه انه صراحه لم نقوم بتوزيع عدم تواجد الماده او السماد سواء الداب او اليوريا في مخازن الشعبه او توزيعها من قبل الوزاره نرجو او نطالب وزاره الزراعه بسرعه تجهيز الفلاحين للاسمده الذي يكون سوف يكون له اثر ايجابي كبير على زياده الغله في الدونم خطتكم الزراعية لإيجاد مساحات خضراء أوسع وخاصة نحن في هذه السنة هناك عواصف ترابية، بالإضافة إلى زيادة المساحات هناك زيادة أيضا للمنتوج المحلي، هل لديكم خطة مستقبلية لزيادة التوسعة؟ وخاصة هناك بعض الفلاحين هنا في الفاضلية يحاولون بأنه يقومون بقلع الأشجار الزيتون يعني وبيعه كقطع أراضي. قبل فترة يعني كان موجودة هاي الحالة ولكن هذه خلال هاي السنة كان لأسعار فرضا الزيتون كان الأسعار جيدة وتقريبا صار دعم بالنسبة للفلاحين الأشجار الزيتون حاليا كان يباع تقريبا ما يقارب ألف ألف ونص هذا جيد يعتبر جيد بالنسبة للفلاح والمزارع ايضا يعني ندعو جميع الفلاحين الى يعني ترك ظاهره قلع الاشجار لأن هذا يساعد على التصحر واحنا خصوصا في موسم لاحظنا خلال هذه السنه عده عواصف ترابيه سوف تزيد من هذه الحاله واحنا بدورنا كمديري زراعه نينوى ندعم الفلاح على زياده الرقعه الزراعيه وزياده الاشجار وندعو كل بيت في كل بيت وفي كل مساحه زراعه الاشجار وزراعه مناطق الصحراء المتصحره والحمد لله منطقه بعشيقه لا يوجد مناطق متصحره في بعشيقه الكل دائمه الخضره ودائمه الزراعه على مستوى الرقعه ومساحه المساحات الزراعيه في ناحيه بعشيقه آه نعم آه تدعو وتدعون ايضا سواء كان وزاره الزراعه ودائرة دائره الزراعه ولكن يتطلب الامر الى دعم ايضا يعني دعم الفلاح ودعم المواطن من اجل الزراعه وكذلك توفير سواء كانت الماء والمبيدات والاشجار ايضا من اجل الزراعه هل لديكم خطه في هذا المجال نعم هناك خطه من قبل وزاره الزراعه وبدورنا كمديري زراعه نينوى هناك خطه بتوزيع ما يقارب 2000 من المرشات سواء المحوريه او الثابته هناك خطه مدعومه من قبل الوزاره وان شاء الله سوف تنفذ في محافظه نينوى هذه سوف تكون دعم للفلاحين ان شاء الله وكذلك زياده جميع المحاصيل سواء الخضرة أو على الأشجار وبدورنا إن شاء الله إحنا سوف نكون ساندين للمزارعين في ناحية بعشيقة في مناطق محافظة نينوى. فيما يتعلق بالبساتين عندما الفلاح يبدأ بالزراعة يعتمد على الماء الماء هل يكون ماء الآبار الارتوازية أم الآبار على الأمطار أم يعني كيف الفلاح؟ احنا ناحيه بعشيقة تعتبر مناطق الديميه، اعتمادنا بشكل رئيسي على الابار الموجوده الابار الجوفيه سواء السطحيه او العميقه اعتمادنا كله على الابار صراحه. ندعو الدوله ايضا واصحاب القرار الى استخدام الحصص المائيه بشكل باستخدام التنقيط لتقنين المياه واستخدام الري الحديث للحفاظ على المياه بالاضافه الى قمنا ايضا بتسهيل وتيسير الابار الغير مجازه حاليا نقوم بتسجيلها لدعمهم كحصه زيت الغاز من اجل تشغيل المضخات بالاضافه الى تسجيلها ضمن يعني قاعده بيانات في ناحيه بعشيقه الاعتماد على منظومه التنقيط وكذلك الوسائل المتطوره هل يعني انتم تقومون بتزويد الفلاح ام الفلاح يعتمد يعني على نفسه في توفير الوسائل كما نلاحظ المرشات باحجام مختلفه هناك بعض المنظمات قامت بتوزيع بعض المرشات او نظام التنقيط ولكن هذه المنظمات يعني لا تكفي لسد الحاجة جميع الفلاحين يعني مناطق منطقة بعشيقة ما يقارب آلاف فلاح المنظمة تقوم بتوزيع ما يقارب العشرين إلى ثلاثين منظومة وهذه لا تكفي أو سد حاجة المنطقة بالعكس إذا يجب على الدولة اتخاذ التدابير والخطط الصحيحة من أجل إنجاح أي مشروع زراعي في ناحية بعشيقة وفي في محافظة نينوى نعم احنا حاليا بامس الحاجه الى دعم المنتوج المحلي سواء كان في البساتين وكذلك الزيتون هل في حال توفير الوسائل المتطوره من منظومه التنقيط وكذلك الابار وكذلك دعم المزارع بالسماد وبقيه المتطلبات هل نستطيع ان نوفر نكتفي يعني او يصير يكون لدينا اكتفاء ذاتي في المحاصيل كل المحاصيل سواء كان الحنطه والشعير وما الى ذلك؟ في حاله استخدام المرشات المحورية والثابتة واستخدام كافة المساحة الموجودة في محافظة نينوى لأنه تعتبر محافظة نينوى نصف مساحة العراق ما يقارب 6 ملايين دونم وأكثر هذه المساحة لو استغلت بصورة صحيحة سوف نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي عندما لاحظنا في 2018 الأمطار كانت جيدة جدا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وكانت السائلوات آه كميات كبيرة من الحنطة والشعير زادت عن حاجتنا آه في حالة توفر المياه أو مصادر المياه سوف نصل إلى آه المرحلة اكتفاء الذاتي وصراحة فلاحنا في العراق مثقف وتوجد الطاقات وتوجد الإمكانيات وتوجد الخامات التي تعمل بصورة جيدة للوصول إلى مرحلة اكتفاء الذاتي والأمن الغذائي نعم احنا مع بدء الموسم الحصاد للمحصولي الحنطة والشعير هنا في سواء كان في الموصل أو في منطقة سهل أو في غرب الموصل لاحظنا بأن هناك كثير من المساحات يعني اصبحت يعني بدون حصاد لانه كان هناك موسم قليله الامطار وخاصه نحن, نحن مناطقنا يعتمد على الامطار يا ترى هل هناك حل لهذه المشكله هناك حل في حادث استخدام المرشات حيث لاحظنا انه في ناحيه بعشاو كافه المحافظه ايضا انه كل من عنده مرشه قام بعمليه الحصاد حيث تقدر مساحه الموجوده في ناحيه بعشيقه ما يقارب 4000 دونم تم حصاده او في حاليا حاليا احنا في حاله متابعه يوميا في حصاد الحنطه حيث تقدر الغله ما يقارب 600 الى 700 كيلو كيلوغرام للغله هذه المناطق باقي المناطق لم يتم حصاد فيها لان قله الامطار في هذا الموسم واذا نعتمد ولو هي هاي شغله في بيد رب العالمين لكن يجب أن نلاقي الحلول المطلوبة للفلاح من قبل الدولة أو الفلاح هو نفسه يعتمد بحفر الآبار وتقديم المرشاد من أجل إنتاج كميات كبيرة من محصول الحنطة والذي يعتبر محصول استراتيجي في العراق الموصل سلة خبز العراق قبل سنة أو أكثر هل سوف نشهد بان هناك كان مشروع ري الجزيره وري الجزيره سواء كان الغربي او الشمالي اين صف به الدهار؟ حاليا هناك قرار بالتريث لا يوجد تنفيذ لري الجزيره الشرقي في ناحيه بعشيقه اليوم صراحه تم تنفيذ او فتح ري الجزيره في ناحيه ربيعه وكان هناك احتفاليه في ناحيه ربيعه الذي يروي عدة مساحات أو آلاف المساحات هم سوف تشهد يعني تطور وزيادة مساحة من سواء المحصول سواء في محاصيل استراتيجية للشعير الحنطة أو من محاصيل الخضر أبرز معوقاتكم أنتم كدائرة الزراعة سواء كان في زراعة نينوى مرتبطة بالزراعة نينوى معوقاتكم وماذا تدعون ندعو جميع الفلاحين لتنفيذ الخطه الزراعيه بشكل جيد وعدم استغلال المساحات الزراعيه في البنيان حيث لاحظنا هناك كثير من الفلاحين استخدام آه الاراضي الزراعيه للبنيان وهذا خطا آه هذه الاراضي هي مصدر رزق لكثير من العوائل آه في المستقبل سوف تكون آه لنا ولابنائنا ولاجيال السابقة واللاحقة من أجل رفض المواطن بالخضر وكذلك من ناحية المعيشة كونه مصدر رزق ندعو جميع الفلاحين إلى عدم التطرق للبناء خصوصا البناء الأفقي اللي نشاهده في مو بس على مستوى ناحية بعشيق ولكن في محافظة نينوى والعراق أجمع نعم مشاهدينا الكرام كما استمعتم إلى مدير زراعة بعشيقة وضعنا في تفاصيل حول الية البرنامج العمل وكذلك الخطه الزراعيه وكذلك ابرز المعوقات اللي تعترض الفلاح بعد ان كانت هناك عزوف من بعض المزارعين وخاصه في منطقه الفاضليه وبعشيقه والقرى التابعه من خلال بدء بقلع الاشجار وتحويله الى اراضي زراعيه الى اراضي من اجل البناء ولكن هناك توجه بتوجه في بناء او زراعه تحويل إلى زراعة البساتين للاستفادة منها في الطرش وما إلى ذلك تغطيتنا متواصلة فكونوا معنا نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل تغطيتنا متواصلة حول معاناة الفلاحين والمزارعين في مدينة الموصل والإهمال الحكومي ربما المتعمد من عدم الاهتمام بهم وتقديم عدم تقديم أي دعم لهم سواء كانت فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات وكذلك دعم الفلاحين بالكهرباء والماء معنا الآن أيضا أحد المزارعين سوف يتحدث لنا عن طبيعة عملهم ومعاناتهم هنا في مزارع قرية الفاضلية نعم سلام عليكم أبو يوسف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله نحن من أب وجد عن نزرع الزيتون هذا اسمه زيتون وطرعوز وماكو دعم الحكومة لا أعطينا أدوية ولا حاب ولا هذا ولا ماء ما عندنا قاعد ناخذ الماي من الجماعه الفاضيه نعم الماء الماي لحدي هنا يعني انتم حاليا الزراعه منذ الاباء والاجداد متوارثه من, من اول جدة احنا نزرع هاي الشغلات الزيتون والترعوس والبطيخ والرقي رقي والله هالقد ما يزرعون نعم بس الزيتون والترعوش ليش عم يعني تزرعون هاي المنطقة مشهورة بزراعة الزيتون وكذلك الترعوز والبطيخ والله هو هذا يعني هو رزقنا يعني هالشكل رزقنا يعني على هذا الجو ملائم يمكن الجو ملائم هام وماكو دعم الحكومة لا ينطونا أدوية ولا دعم ماكو يعني الحكومة فيما يتعلق بالدعم الحكومي يعني احنا انتم ك... المزارعين معروفين كل شخص يعني من لديه بالعشرات الدونمات من الاراضي آه لا مبيدات ولا ماء ولا ما كهرباء ما كل شيء ماكو. ماكو حرامي دا ينطون كل شيء كل شيء ماكو لحد الان الآن من اب جد على كل شيء ماكو لا مبيدات ولا ادويه كل شيء ماكو مفكرين تبطلون الزراعه اي والله اذا ماكو دعم مجبورين نبطل يعني مثل ما يقول يوم يومين ثلاثه شهر سنه سنتين والله اذا اكو دعم ليش ما نزرع بس اذا ما اكو دعم واحد من يشتغل هاي الشغلات اول الاشجار مال الزيتون مالتنا ولا بس هاي قاعد تشوفونه من تشتغلون كل العائله يعني, المشت... من العائلة يعني كل العائله نعم كل العائله قاعد نشتغل والله قاعد نشتغل يعني من ابو جد تعب لحد. تعب فرد ما بتعب يوميه كم ساعه تشتغلون؟ يوميه والله نشتغل تقريبا بال10 ونص 11 نبطل ونروح على البيت وثاني يوم ما نعمل شيء يعني يوميا معدل بالمزرعه 10 ساعات 15 ساعه مرات ازيد قاعد نشتغل والله من الصبح للاسبوع بعدين نروح على البيت نتريق ونرجع نشتغل العصر يعني العمل واحد يحتاج يعني من نشتغل بهيك اماكن اماكن يعني يشعر بالراحه النفسيه ولكن اذا ماكو دعم والله راح نفسيا ماكو تروح على البيت بس شويه التعب مالتك تروح تتغدى وهذا هم ترجع على الشغل ومستمرين بالعمل ولكن مستمرين بالعمل ابد يعني ما نقف حرام اذا نقف دقيقه هو هذا رزقنا على هذا ورزق ولكن ايضا اهمال من قبل الحكومه والله اهمال الحكومه ماكو دعم الفلاحين كمزارعين يعني في بساتين زراعة الترعوز والله زراعة الترعوز سماد قلة السماد ماكو ودعم ماكو وخساره يصير عندنا لان دعم مبيدات ما عندنا وامراض بي يصير به امراض يموت الهرش عندنا نعم. ونفس الوقت زيتون نفس الحاله زيتون هم موسم ماله يجي واحنا ننتظر الموسم ويجي والسوق نازل وحتى عمال ما نقدر نمسكه بعد ويظل زيتوننا ببساتين يعني معاناتنا آه ودعم ما نعم. عندنا من الحكومه آه دعم آه من اي ناحيه يعني حاليا آه الماء موجود عندكم لو لا؟ ما اكو نعم ما اكو بس قليل صاير ما هم ما جو فيهم صاير قليل عندنا ابار ارتوازيه ابار, آبار ارتوازيه يعني. عندنا وابار توازي ودعم ما عندنا وكهرباء يجينا كهرباء كل شهر يجينا 300 400 الف علينا وما عدنا ندفعه وانت تعرف الفلاح على الموسم شغلته، نعم. ما مثل عندهم معمل يوميا يجي ما عندهم معمل يعني يعني عملكم كله موسمي شغل موسمي كل شهرين ثلاثة كل موسم كل مو سنة كل سنة يجي زيتون نسبة زيتون بتروحوا زي هذا وقت الصيف ووقت الخريف هم يجينا خريف العام زرعنا مئة بالمئة كله سقط عدنا كله صار يعني فشل عدنا الخريفي يعني وخساره يعني كان مبادره من عندكم كانتم ك من عندنا وماكو اي دعم من ع... من الحكومه اي شيء دعم ما عندنا من اي جهه ما. منظمات ما يجونا ما يصلنا لا ينطول غير مكان مرشات البحشيقة ينطول ال... النواحي ينطول والقرى ما ينطول بالاخص قريه فاضلة ومزيتون ما ينطول كل شيء آه نعم يعني احنا آه كان هناك آه يعني م... مبادرة بأنه مدير الزراعة في الموصل يجلب يعني أكثر من ألفين مرشة مرشة سواء كان بالتنقيط أو المرشات المتطورة هل شملكم أحد والله مرشات ما ينطون منظمة شوية قسم ينطاء قسم ما يعني نسبه قليله انطال بالفاضليه يعني نسبه تاع المنظمات احنا ما لنا علاقه بالمنظمات احنا لنا علاقه بوزاره الزراعه وين دور وزاره الزراعه دور وزاره الزراعه كل شيء ما هو قبل فتره جونا مهندسين ومختصين جونا وحكوا على اشجار زيتوني بس عندنا وكل شيء يصير ما سووا كل شيء لا قدموا لنا مبيدات ولا دعم حتى مدير الزراعه الموصل خبروه مدير العام وما سووا لنا شيء يعني فقط ياتون مثلا بس يعني فقط من اجل مثلا ياخذون صور وبعدين ياخذون صور وياخذون معلومات من عندنا وماكو كل شيء. وكنا بالمزارع وي يبس عندنا اشجار. حاليا الزيتوني. اشجار الزيتوني بس وعندكم حاليا يعني موسم الجني الترعوث حاليا بيش. نحن بالموسم يعني ابرز مطالبكم شنو؟ والله ابرز مطالبنا السماد دعم مبيدات مبيدات اهم شيء والسماد ينطونا سماد غالي ما نقدر حتى نشتريه ليش الطن؟ طن طن 1800 1400 1400 وربع اكو مليون 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 يعني طن يعني قونيه احنا ما نقدر طن بعد نشتري قونيه نشتري والله قونيه ب 100000 نشتري 120 130 نشتري المركب اردني العادي لا شكري لا يوريز شكري 60 70 هيك حوالي هناك بعض الفلاحين لجوا الى قلع الاشجار وقلع البساتين من اجل تحويلها قطع سكنيه وبيعه تمام هذا موجود بالفاضليه قلع الاشجار بكاملته يعني سدين ثلاثه كله قلعوا قلعوا سووا وبيوت سكنيه وقسم سووا ارض زراعية حنطوا شعير سد كم يعني من دونم؟ سد تقريبا 11 دونم يعني 11 دونم هاي كله يعني الفلاحين كل سد كل دونم تقريبا ل 70 سجارة بي كل دونم 70 سجارة بي 70 60 65 اكو 80 قسم حج حسب المسافات حسب المسافات اكو قسم يسوي 8 امتار هسه 8 امتار تقريبا هذا 60 واحد بيناتهم مربع بيناتهم كله كل يعني الفلاحين قلعوا الاشجار وحولوا الى اراضي زراعيه اراضي زراعيه قسم قسم اراضي سكنيه سووا وموجوده زي مفضليه موجود كل موجودين والوزاره الزراعه غافل عن الموضوع وعدم هناك يوميا. عدم نسمع بان ولا يدير بال هناك يعني على اساس هناك خطط وهناك دعم للفلاح وهناك يعني توفير ما يحتاجه الفلاح وهذه نشاهد بخلاف ذلك اي دعم ما عندنا اي دعم ما شفنا من الحكومه ولا ولا واحد وصل بس يجون كل شيء ياخذون معلومات ويحققون ويسجلون كل شيء ماكو وماكو اي دعم ماكو ما لا بالزراعه ولا ولا بغيره حتى بالاخير بالاخير منظمات كان اكو منظمات هذه المنظمات من ناحيه كل ما اخذ منظمات من, من عندنا حتى المنظمات ما يسأل لا صوندات لا مرشات هسه شغلنا على الصندات مرشات احنا حاليا الزيتون زراعه الترعوز كل شغل 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 مرشات حنطه وشعير وترعوز على الساقيه الصوندات يعني احنا أولا في حال يعني الفلاح ما يزرع أول شيء يزيد المساحات الخضراء وثانيا يعني يزيد المنتوج المحلي ودعم يعني من المنتوج وكذلك إضافة إلى تشغيل الأيد العاملة كل هذا له تأثير سلبي على ال تمام هذا كله تأثير سلبي وأي و... دعم ما عندنا و... اه ما عندنا دعم حتى نزرع وحتى هسه عندنا دعم مرشات وحتى بطاطا نزرع احنا عن كله يسوي بطاطا يعني على اساس نزرع البطاطا ما عندنا دعم ما عندنا امكانيه ما عندنا امكانيه ما عندنا نزرع بطاطا عندنا ماي ساعة موفر ماي بس ما اكو بطاطة. دعم ما عندنا حتى نزرعه ويراد له كميه راس مال يراد له راس ما ما مال دعم. دعم. اي دعم ماكو هسا على اكو, أكو. هاي انا كله تقريبا 48 دونم كله نسوي بطاطا بس ما عندنا آه نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مشاهدي ومتابعي قناه الايام كما استمعتم معاناه الفلاحين هنا في مدينه الموصل معاناه كبيره جدا. هناك قلع للاشجار وتحويله الى قطع اراضي وبيعه وعدم زراعته وهناك تقصير واهمال كبير جدا من جانب الحكومه سواء كانت مديره زراعه نينوى وكذلك وزاره الزراعه. ها قد وصلنا واياكم الى نهايه برنامجنا لهذا اليوم. نستودعكم والى اللقاء.